التنفيذي لشركه شيزلونج. شيزلونج هي عباره عن بلاتفورم للعلاج النفسي. دلوقتي شيزلونج بعد 3 سنين احنا موجودين في 70 دوله على مستوى العالم، عندنا حاليا 50,000 كاستمر، عندنا 180 دكتور من 15 دوله، التيم حوالي 20 شخص بين ماركتنج بين ديفلوبمنت بين اوبريشنز بين ميديكال. كلنا احنا شغالين 24 ساعه، كل ساعه عندنا سيشنز بنخدم بيها الكلاينتس بتاعنا. ف وي ار باشنت ان احنا نساعد البني ادمين، يعني ده اكشلي الباشن بتاعنا. يعني انا مراد العشري، سي او لبيمي. احنا فينتك ستارت اب، one of the leading fintech startups دلوقتي في مصر. كان عندنا الفكرة ان احنا نعمل موبايل بايمنت، ان الناس تقدر تدفع بموبايلاتها بدل ما بتدفع تطلع فلوس من المحفظة او تطلع الكارت بتاع الكريدت كارد وتستخدمه على المكنة. النهاردة تجار شغالين معنا في مجالات مختلفة، تعليم، سياحة، رحلات داخلية وخارجية، شركات سوفت وير، شركات ماركتنج، كلهم بيحصلوا فلوسهم عن طريقنا. انا محمد نبيل، كوفاوندر وسي او شركة وايت بوت. نعمل اول تشات بوت بيلدر بيسبورت بالعربي في المينا ريجن كلها. احنا في وايت بوت مينلي بدانا التيم انا واحمد بس، كنا اثنين، ومع الوقت بدا التيم يكبر لغايه ان احنا النهارده دلوقتي حوالي 18 حد في التيم. اكتر اتشيفمنت تقريبا عملناه ان احنا بقى عندنا ان هاوس اي اي لاب كامل متخصص في الارتفيشال انتليجنت، والموديول بتاعته بيسبورت العربي. عندنا تيم متخصص في الحته دي بالظبط، دي اكتر حاجه احنا اتشيفمنت فيها. عندنا اكتر من 350 تشات بوت عملوا على البلاتفورم، عندنا الكلاينتس كبيرة جدا في 6 دول، منهم بنوك، منهم حكومات، منهم شركات فود اند بافريج. في 2016 اخذنا اول راوند اوف فاند من انديور كابيتال واي 15 وسكر الحسين. في 2017 خدنا راوند ثانية من انديور كابيتال ثاني، 500 ستارت ابس، اتش اي ام انجل وهدير شلبي. ده ساعدنا ان احنا نكبر بشكل اكبر، نتوسع في الاوبريشنز، نتوسع في الماركتنج. فده دي من الحاجات اللي خلتنا نبقى موجودين اكتر على الارض، خلت الناس تعرفنا اكتر. هدفنا في شيزلونج اكشلي ان احنا نحسن الصوره الذهنيه للعلاج النفسي في الوطن العربي، ان الناس تبقى علاقتها بالطب النفسي زي علاقتها بالجيم، ان انا عايز احسن من صحتي النفسيه. احنا بدانا الشركه لما بدات في اول 2016 كنا 3 بس في الشركه كلها. دلوقتي خلاص وصلنا بقينا 15 موظف فول تايم امبلويز، ميكس ما بين ديفلوبرز وبزنس وسيلز وماركتنج. وبنعين اكتر، يعني احنا التارجت بتاعنا هنوصل اخر 2018 بيبقوا 20. فشوف بقى، يعني في سنتين بدانا من 3 بقينا 20 موظف. يعني احنا مينلي دخلنا كذا كومبيتيشن، طلعنا فيرست بليس في عرب نت كايرو راوند، ثيرد بليس في عرب نت على المستوى المينا ريجن، فيرست بيس سيتي ستارز، فيرست بيس في انباوند، فيرست رانر اب في ام اي تي. كسبنا كومبيتيشنز كتيره جدا. دي بالنسبه لي كانت مرحله مهمه جدا، يعني مرحله اولا يعني وانت لسه تبدا المشروع ومش عارف عنه حاجه، ان حد بياخد بايديك وستيب باي ستيب عشان تبقى في حته ثانيه. فدي بصراحه تيك كانت من المرحله دي، مرحله ان تلاقي ناس بتساعدك وهي اولا ما بتاخدش اكوتي ومش محتاجه منك حاجه، وموظفين حكومه، ان يعني يبقى في مكان موظفين حكومه وفي نفس الوقت بيساعدوا قوي، بيسهروا معاك وبيدخلوا معاك في ديتيلز البيزنس. فده كانت تركيبه غريبه، ان يبقى في هيئه حكوميه كده. يعني تيك بتقدم الحته الفاينانشال، بتقدم 180,000 جنيه متقسمين 120,000 جنيه ان كايند سيرفيسز، وهي ان انت بتجيب حاجات وهم اللي يحاسبوا عليها. وفي كمان ميزه تانية ان هو بيدوك 60,000 جنيه كاش، ودي بتسهل عليك الامور في الاول. برضه 60,000 جنيه كاش في ايديك تصرف منهم في الاول لو عاوز تصرف حاجه سريعه. احنا لما قدمنا في تيك واتقابلنا خدنا اوريدي، خدنا منهم دعم في كذا حاجه، يعني منهم دعم لوجيستي، خدنا الاوفيس لمده سنه، خدنا منهم دعم فاندنج، خدنا منهم منتورشيب في كذا حاجه بقى، ماركتنج، فاينانشال، تكنيكال. بصراحه تيك كانت فادتنا في فتره كبيره جدا، لان خليتنا نقف على رجلينا وخليت لنا ان احنا ادينا القدره ان احنا نقدر نكبر التيم ونشيل مع دماغنا الهاسل بتاع الفند اللي محتاجينه في الاول، والاوفيس والسيت اب والاوبريشن، الحاجات دي كلها، الحاجات دي بتسحب من الباور بتاع الستارت اب. فاحنا كانت بالنسبه لنا فرصه ان احنا نجري اسرع، نركز في على البرودكت اسرع، نبيع اسرع، مش محتاجين نركز في حبه تفاصيل صغيره ممكن تعطلنا. تيك بتوفر لك
مكتب مدفوع الاجر كله بالفرنتشر بتاعه، بالانترنت، بالكهرباء، بكل حاجه لمده سنه. ده لو انت اخدته في اي حته بره مش هيكلفك اقل من 80,000 جنيه، فانت كده شال عنك هم الفلوس 80,000 جنيه، ده بالاضافه كمان هم اللوجيستكس، انت تجيب حد ياخد باله من المكتب وحد ينظفه وحاجات دي كلها، فكل ده انت سنه كامله مركز في الشغل بتاعك في البرودكت بتاعك في كل حاجه. وفي سبورت، ولو عايزين نسافر فيساعدوا معاك، ولو عايزين حاجه من الوزاره يروحوا معاك للوزير، لو عايزين حاجه من ايتيدا يروحوا معاك لايتيدا، فان يكون في التركيبه دي في مصر. انا شايف وجهه نظر يعني احسن منظمه حكومه في مصر هتيك يعني. في كونسلتيشن عندك ناس عندك كل اسبوع كونسلتنت موجود، فاينانس، ماركتنج، سيلز، ليجل، دول موجودين كل اسبوع لو انت عاوز تساله في اي حاجه، ومش ناس صغيره خالص، دول كلهم ناس اكسبيرينس. لو رحت له في مكتبه العادي هتدفع له بالدولار مثلا، بس هو تيجي بتجيبه لك ببلاش، فانت لو تحتاجه في اي وقت بتلاقيه بيرد عليك ومتعاون جدا معاك. بلس ان هم ادونا اكسس لايفنتات كتير جدا جوه مصر وبره مصر، فده كان بالنسبه لنا برضو ساعدنا ان احنا نعمل اكسبوجر حلو ونعمل اتشيفمنت حلوه جدا. ساعات بيبقى فيه كمان ورك شوبس في توبكس معينه، كل اسبوع بيبقى عندك ورك شوب، مره ديجيتال ماركتنج، مره سيلز، مره فاندنج، مره انفستمنت. فبرضه يعني هو الناس مش ما بيبقوش مستنيين انت عاوز ايه، فهو طول الوقت في حاجات شغاله بتساعدك ان انت تطلع. انا شايف ان هي من اهم التجارب اللي موجوده في مصر يعني، اللي فعلا بتدي ريل فاليو يعني. يعني انا بنصح اي حد ان هو كذا ستارت اب من وان اوف ذا بيست انكيوبيشن في مصر بصراحه هي تيك. اشجع طبعا الشباب ان هم يقدموا في ستارت اي تي او تيك، خصوصا لو هو في المرحله الاولى خالص في البرودكت، او لسه عنده فكره وعاوز يبتدي ينفذ الفكره وينزل بيها الماركت. يعني هي ساعدت ناس كتير قوي ان هي تبدا، مش احنا بس، لا انا في سكسس ستوريز كتير قوي طلعت معانا وقابلينا كمان ولسه مشغلين دلوقتي في السوق من اسامي كبيره، هتسمع يعني اكيد هتسمعوا عنها في البرومو بقى ان شاء الله.